بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد الرحمن عزت من كورس لينكس كوم أونلاين مع موقع وقف أونلاين دوت كوم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو موضوع الـ SSH. طبعا الموضوع دوت ليك أنت كيوزر عادي مش هتستخدمه، إنما ليك كسيستم أدمن بتستخدمه كتير. طبعا الموضوع دوت هو لسه بدري عليه، يعتبر علينا، بس إحنا لازم نشرحه لأنك أوقات هتستخدمه، ماشي؟ بس أنا طبعا هشرح عملي، لأن الـ SSH محتاج جهازين، ماشي؟ ياما جهاز السيرفر، ياما جهازين عاديين، وعلى كل جهاز عليه لينوكس، ماشي؟ أنا طبعا الفيرتشوال ماشين هنا مش عارف أربط ما بين الجهازين للأسف الشديد، ومش عارف أحطهم على راوتر واحد للأسف. فهنشرح الموضوع دوت كلام بس. كشر، تعال نفتح التيرمينال. بس يا شباب، احنا زمان عندنا في حاجة اسمها لينوكس، في ويندوز كان في حاجة اسمها تيرنت. التيرنت ده بروتوكول، ماشي؟ التيرنت دوت كان بيخليني ادخل على جهاز واحد صاحبي وانفذ الكوماند اللي انا عايزها عليه. يعني عندي كده يا شباب، بص انا هعمل سلايد ونشرح اللي براحتنا. كده يا شباب، SSH زمان كان عندي حاجة اسمها تيرنت. ايه هي التلنت دي؟ تعالوا شباب، انا دلوقتي موظف شغال في سيرفر، ماشي؟ هذا السيرفر بتاعي اهو، وانا على السيرفر دوت ليا يوزر اسمه عبدو. اوكي شباب، وانا دلوقتي روحت البيت على الجهاز بتاعي، ماشي؟ روحت على الجهاز بتاعي، عايز اكتشفت ان انا في حاجه مهمه جدا 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 لازم اعملها على السيرفر دوت. فكنت بدخل زمان بالتلنت، كنت بقول له عايز ادخل على اللينك بالتلنت واكتب له اليوزر بتاعي والباسورد اللي هو اليوزر والباس، ماشي؟ بس كان في مشكله اللي في التلنت، ان انت كان اي حد معاك على الشبكه كان ممكن يعمل سنيفر عليك، سنيفنج عليك، ويشوف اليوزر نيم والباسورد بتاعك. ليه؟ لان التلنت ما كانش بيشفر، كان بيبقى كل حاجه بلين تكست بلين تكست بلين تكست. يعني انت لو كتبت هنا حرف ايه، اللي بيعمل الهاك عليك هيشوفه ايه. بعكس الاس اس اتش، انت عندك الاس اس اتش ديت لا بتشفر. يعني انت لو كتبت هنا ايه، اللي هناك هيشوفه، مثلا هتلاقي حاجات كتير كده وحروف وارقام، يبقى الاس اس اتش بيشفر. اوكي، طب واحد قال لي طب برضه المعلومه مش واصله قوي، قال لك ماشي يا سيدي، انا دلوقتي شغال على الجهاز بتاعي، ماشي؟ وجه جهاز واحد صاحبي، ماشي؟ ادي جهاز واحد صاحبي، ده عليه لينوكس وده عليه لينوكس، ماشي؟ بس طبعا ده لازم يكون ثابت الاي بي، يبقى اي بي ستاتيك، وانا الاي بي بتاعي اي بي ستاتيك، ماشي؟ ليه صاحبي دوت قال لي يا عبد الرحمن الحق انا عندي مشاكل كتير على الجهاز ومش عارف ايه، وانا داخل على رول ليفل مثلا نمبر 3، ماشي؟ اقول له اوكي اديني الاي بي بتاعك، ماشي؟ الاي بي الاستاتيك بتاعك، واديني اليوزر نيم بتاعك والباسورد، وانا دلوقتي هدخل عليك. هدخل عليك ازاي بقى؟ هدخل عليك انفذ كوماند. يعني ايه انفذ كوماند؟ برضه الحكايه مفتحه. انا سيدي هعمل كونكت عليك، وهعمل الجهاز بتاعك، ماشي؟ كانه الجهاز بتاعي. يعني لما اكتب بقى انا هنا عندي ال اس، هيطبق عندك انت هناك ال اس. لما اكتب انا عندي هنا ميك داير ملف اسمه 2، هنا هيتعمل عندك ملف اسمه 2، وكل كوماند اللي هكتبها هنا تتكتب هنا لحد ما انا اخرج من الاس اس اتش. طب تعال نشوف الصيغه العامه للاس اس اتش. بقول له اس اس اتش، بعد كده اللي هو اسم اليوزر، هو مثلا مودي، بعد كده ات الاي بي. طبعا الاي بي ده لازم يكون ستاتيك، ماشي؟ ما تجيبليش الاي بي بتاعك انت وكذا واحد صاحبك من على الراوتر وتقول لي خد الاي بي بتاعي، لا لازم الاي بي دوت يكون ستاتيك كاشا. بعد كده انت تقول له اس اس اتش اسم اليوزر، وبعد كده الاي بي،
هيقول له اكتب الباس، ماشي، اللي هي الباسورد. انت اول ما تكتبها ماشي ويطلع صح، هتدخل على الجهاز بتاع صاحبك دوت وتكتب كوماند. لما تقول له ال اس مثلا، هيقول لك الملفات اللي على جهاز صاحبك. ماشي، تعال نمسح الحاجات ديت. يعني انت لو واقف عند جهاز صاحبك في الديسكتوب، الموضوع سهل والله، بس هو بس اللي طويل شوية. فانت واقف في الديسكتوب وقلت له ال اس، سوري، لو قلت له ال اس هيقول لك الحاجات اللي موجودة على جهاز صاحبك، مش موجودة على جهازك انت، موجودة على جهاز صاحبك، لحد بقى ما انت تخرج. كشوف كده ال SSH انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.